الاجتماع الأخير الذي عقد بإدارة دولة رئيس الوزراء المحترم، وجه دولته بضرورة إنجاز جميع الأعمال في فترة أقصاها 30/9. ضمن هذه الأحياء هو حي الكوفة، طبعا المرحلة الأولى 15 شارع أنجزت أعمال البنى التحتية، الماء والمجاري وكذلك أعمال فرش طبقة الحصى الخابط بطبقتين، وأعمال التبليط استابلايزر سمك 10 سنتيم. باشرنا بالجزء الآخر الذي يضم 35 شارع، أنجزنا لحد الآن أكثر من 20 شارع بنفس الأعمال، ومن المؤمل أن تنجز كافة الأعمال لهذا الجزء قبل 30 أيلول. الجزء الآخر المرحلة الثانية هناك أعمال مستمرة لأعمال مد شبكة المجاري، هناك 50 شارع في هذه المنطقة أعمالنا مستمرة، تم إنجاز بحدود أكثر من 25 شارع. يوم أمس أكملنا أعمال الاستلام ما بين دائرة بلدية الشعب والجهة المنفذة الهندسة العسكرية لغرض المباشرة بالأعمال البلدية من فرش الحصى الخابط والمباشرة بأعمال التبليط. نعم سيدي، ما هي العراقيل طيب التي تسعون لتفاديها في تنفيذ أهدافكم هذه ضمن الجدول الموضوع؟ هذه المناطق هي مناطق عشوائية، وجه دولة رئيس الوزراء بأن تكون جميع الأعمال نظامية ابتداء من إعداد الخرائط القطاعية وكذلك الكشف عن الشبكات المجاري المنفذة، كونها شبكات مجاري عشوائية وشبكات الماء أيضا هناك شبكات عشوائية، نظمت هذه الشبكات ومن خلالها تم فحص شبكة المجاري بعد أن تم إعدادها ومصادقتها في دائرة التصاميم في أمانة العاصمة. وجدنا ضمن منطقة حي الكوفة تعاني من غرق هذه المناطق في فصل الشتاء، خاصة عندما تكون هناك شدة مطرية فوق الحد المعقول. طبعا تم التوصل إلى ضرورة إنشاء خط مجاري رئيسي وسط منطقة حي الكوفة الأولى والكوفة الثانية. هذا الخط بطول 1.7 كيلومتر، أنجزنا نسب عالية من هذا الخط على أبواب الإنجاز وربطه بالمحطة الرئيسية أسوة بالمناطق الأخرى. طيب. في منطقة حي المصطفى. نعم أستاذ عبد الرزاق. حيث أنجزنا خط مجاري سابق بنفس الكيفية. نعم، إقرار الموازنة والتوجه الخدمي للحكومة، كيف سينعكس ذلك على عمل فريق الجهد الخدمي؟ هذا الموضوع في حينها اجتماع اللي انعقد وجه دولة رئيس الوزراء بأن تكون هناك كشوفات مصادقة ومدققة، وأن تكون الكشوفات دقيقة استعدادا لخطة عام 2023. وجه دولته بدخول نقابة المهندسين والمهندسين ذوي الخبرة والاختصاص لغرض كونهم دوائر مكاتب استشارية، وكذلك الاستعانة بهم كدوائر مهندس مقيم للمشاريع. خطتنا ستبدأ كمرحلة أولى، أعددنا 12 منطقة في حدود أمانة العاصمة على جانبي الرصافة والكرخ وقاطع الكاظمية، ستبدأ المباشرة بهذه المناطق يوم الاثنين إن شاء الله من هذا الأسبوع. هذه المناطق طبعا كمرحلة أولى تبلغ أعمال التسوية الترابية بها بحدود أكثر من 200,000 متر مربع، وأعمال استبدال تربة ب 100,000 متر مربع، وكذلك فرش أعمال الحصى الخابط بحدود 500,000 متر مربع، وكذلك أعمال التبليط ب 500,000 متر مربع، ومد أعمال القالب الجانبي بحدود 60 كيلومتر، وكذلك معالجة خطوط شبكات المجال العشوائية. طيب. بأكثر من 5 كيلو. نعم. وكذلك مد خطوط مجاري بأكثر من 30 كيلومتر.
طيب بعد تأهيل تلك المناطق هل سيكون الجهد الحكومي هو المسؤول عن صيانة تلك المشاريع سعيا للحفاظ عليها من عوامل كثيرة يمكن أن تؤدي إلى استهلاكها؟ يعني المعروف أنه الجهة المنفذة تتحمل فترة الصيانة لمدة سنة، الجهة المستفيدة بعد فترة الصيانة هذه ستسلم إلى تشكيلات البلدية على جانبي الرصافة والكرخ والقواطع التي عملت فيها فرق الجهد الخدمي. أيضا وجه دولة رئيس الوزراء كون هذه المناطق واسعة ومساحاتها واسعة، ووجه دولته بأن تكون هناك أقسام بلدية جديدة تضم كافة الكوادر وأيضا جهد آلي متخصص بما يكفي، وكذلك تشكيل وحدة بلدية مصغرة ترتبط في البداية بالتشكيل الرئيسي ضمن أمانة العاصمة لغرض ضمان ديمومة الأعمال التي نفذت من قبل فرق الجهد الخدمي. طيب هل هناك خطط بالانتقال بالجهد الخدمي إلى مستويات أعلى كإنشاء مدارس أو مشافي أو مستوصفات؟ خطة العام 2023 تضم أيضا إنشاء مدارس جديدة وتأهيل أبنية جديدة، ووجه دولته باستثمار فترة الصيف العطلة الصيفية لتأهيل المدارس التي أرسلت من الدوائر التربية المديريات العامة في مركز العاصمة والمحافظات. تم استلام هذه الكشوفات والمباشرة الفورية بالكشف الميداني على هذه المدارس وضرورة شمولها بهذه الأعمال ضمن خطة عام 2023. كذلك هناك كثير من المستشفيات في مركز العاصمة والمحافظات أيضا عدة كشوفات دقيقة بعد أن تم التوجيه من دولته بأن تخضع للتدقيق من قبل نقابة المهندسين. خطتنا واسعة بإنشاء أيضا مراكز صحية في مركز العاصمة وكذلك في المحافظات، وضعت أسبقيات حسب حاجة المناطق لهذه الأعمال. طيب الفريق يركز على المناطق الأكثر حرمانا، لكن هناك مناطق في مركز المدن تحتاج إلى الخدمات، هل هذه المناطق داخلة ضمن خطط الخدمية؟ طبعا جميع المناطق في اجتماعات فريق الجهد تناقش بالتفصيل. هناك خطط هي ضمن التزام أمانة العاصمة، وخطط ضمن التزام المحافظات، والخطط الأخرى ضمن التزام فريق الجهد الخدمي. توزع هذه المناطق، كل المناطق التي نراها الآن تنطلق فيها أعمال كبيرة، هناك مشاريع كانت متوقفة. من خلال متابعتنا للأعمال ضمن المناطق تم التنسيق مع أمانة العاصمة بأن يكون هناك تداخل وتواصل بين الأعمال التي تنفذ من قبل فريق الجهد وأعمال أمانة العاصمة، بحيث لا تترك أي منطقة دون تقديم الخدمة. المناطق التي لا تكون ضمن خطة فريق أو خطة أمانة العاصمة تدرج ضمن خطة فريق الجهد الخدمي.